قلت لصاحبتي كل عرس وقيت كينانا. يلا قال لك واحد مات دفنوه بحذا مرته في الجبانه. قالت له تكلم عاد اش بيك ساكت، كان دفنوك بحذا اصحابك راي ضحكتك واصله لاخر الجبانه. قال لك تونسي تعارك مع مرته قال لم حواجك لمي قلت لك لم حواجك وما كاكاو. وكلمها ابوها حط التليفون هكا بالور قال بنتي كانت تسحق فلوس هكا سيي صبيت لك 100 مليون في الكونت نتاعك فهمتني صبيتهم لك اليوم الصباح. علقت وخزرت رجلها قالت له شنو كنت تقول؟ قالت لك امدي دمشق خنغسلوا لك. قال لها مش كي كنا مخطوبين كنت تقول لي نعيش معاك حتى على الخبز والزيت؟ قالت له ويا ما كنت نحكي لك على فطور الصباح هكا. ضرب معاها 4 سنين وفي الاخر قالها مش اللي جي تاخذ لقب العائله يا اخي خذيت بوه ودخلت في صلب العائله. زيد واحد اخر زيد واحد اخر زيد اخر. قال لك راجل كبير عذبوه ولاده قبل ما يموت كتب لهم ورق عندكم كنز تحت الدار بعد تفينا طيحوا الدار يلقوا ورقه مكتوب فيها كانكم رجال عاودوا بنو. يلا سفيان والله حلوه والله حلوه. قالها امي وقتاش نولي نخرج من غير ما نشاورك؟ قالت له برا عايش ولدي اقرا دروسك المرحله اللي تحكي عليها حتى ابوك مازال ما وصلهاش. معلم معلم قال لي ماذا لا نحلب الارنب مثل البقره؟ جاوبه التلميذ قال لي ما ثماش وين نحطوا ستل. القاضي خزر الواحد قال له ما تحشمش ما تحشمش تشبد مطرقه وتضرب راس مرتك وهي راقده وتفشخوا. متم قال سيد الرئيس بالعصب بالعصب عملي واحد من الحاضرين انا طلع عليك ما تجيش ابد يا حقير. قاضي اش اش اسخر ما خرجك لبرا من المحكمه. انت القاضي وما يكفيكش قتلت مرتك تزيد معناها دقدق عظام ولدك اللي ما كملش 7 سنوات بمطرقه. متهم الغالب عاملة نستاهل الشنق عليها. نفس شخصك الحاد جرذومة حشرة ها يلي ما تحشمش اللي ما تحياش. تعرف القاضي خزر قال تعرف انت غادي راك ما تحترمش روحك في بالك انا باش نزجنك تدخل حبس ولا؟ قال السيد الرئيس تعرفش علاش نطقت من جنابي وما نجمتش نسكت؟ قاضي علاش؟ سيد الرئيس عندي 15 عام نسكن جرار والحيط في الحيط لازقين كل ما نجي نطلبوا في مطرقه يقول ما عنديش. شنو راجل فيلم رعب نكته القرن 21 شوف دخل المطرقه وضرب ولده فيلم رعب وانا المجزره اللي حليتها في نكته نكته يضرب مسمار نهجت البينال ولا راجل اليوم عندك في النكت يضر فيك يا سفيان. راجل ركب في تاكسي هو الكلب نتاعو قالوا تاكسيست انت 5000 وكلبك دينار اعطاها 2000 قالوا احنا زوز كلاب. على واحد بطل الشرب ولا يصلي جا الامام يجرب فيه قالوا صلاه العشاء قد فهم الركعه قالوا حاره. اخر نقطه مع صوفيا قالك حمار ما نقولوش حاجه اخرى يتفرج في سباق الخيول بدا يبكي بالدمع قالوا له شبيك قال يمكن كملت قريتي راني معاهم. شكرا لكم على سحر باب القاسم تقدم الاخبار عبد القادر الرقي اخبار رياضه نرجعكم في الساعه الثانيه من ديما لاباس صباح الخير تونس.